يتعمد مصدر حزب بث أخبار مغلوطة في عدد من وسائل الإعلام بهدف خلق جو ملائم لفريق السياسي حيال استحقاقات محددة. أسف أحد المطارن الموارن الغائبين عن الإعلام منذ مدة لاستضافة الصرح البطريركي قبل أيام لقاء سياسي غير جامع ويعزز الانقسام. يستعد حزب مسيحي ب 14 أذار لإقالة أحد مسؤولي الكبار من موقعه ويبحث عن الإخراج الملائم لذلك.